اهلا بكم مره اخرى في برنامج البرنامج. النهارده ضيفنا اللي لسه طالع من البحر الفنان عمرو واكد. قبل ما نبتدي اللقاء معاه احنا عندنا اعلان تريلر فيلمه الاخير الشتاء اللي فات او ذا وينتر اوف ديسكونتنت. مظبوط. فهنبتدي ان احنا نعرض الاعلان الاول وبعدين نرجع لعمرو. انزل انزل وقف عندك ما تحركش. هايل يعني اللحظه دي في التمثيل كانت هايله يا عمرو. لا ما انا انت فضلت نص ساعه تتمرن على كده. لا انا عايزك تكلمني عن الفيلم ده. هوت الفيلم ده هوت ده 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 مش التريلر ده التيزر بتاع الاعلان عشان توتيز يو ان انت تتفرج على الفيلم. ف قول لا احكي لنا على الفيلم. انا عايز تحكي لنا على الفيلم. احكي لنا على الفيلم. احكي لك عن الفيلم. ايوه. هو بص الفيلم يعني فيلم تلقائي جدا. تمام. المخرج كلمنا في يوم وحكى لنا الحدوته في يوم وابتدينا تصوير في نفس اليوم. فهو فيلم اول مره في حياتي يعني اخش عمل بهذا الحجم بالتلقائيه دي. كل سنه وانتم طيبين يا فندم. النهارده عيد الشرطه. انتم حماه الوطن. عايزين نطمن الناس من خلالكم يا فندم النهارده وعايزين نعرف ايه اللي بيحصل في البلد. ان الوضع على الارض النهارده بالاعداد اللي حصلت ما يخوفش وما يقلقش. والحل نقطع الاتصالات تماما. طيب بس الفيلم هل يعني دلوقتي الناس بتقول هو اي حد دلوقتي بقى يعمل فيلم عن الثوره فيلم عن الثوره، هل انت شايف ان ده برضه فيلم يمثل الثوره ولا انت واخد زاويه الثوره من ناحيه مختلفه؟ لا هو بص يعني اللي عايز يعمل فيلم على اي حاجه من حقه يعمل. يعني مش فيش زمن معين بيحدد اذا كان ينفع اتكلم على حاجه ولا لا. في تاثير بحدث معين، في الهام، في موهبه، والكلام ده كله لو اجتمع في عمل هيبقى كويس مهما كانت الموضوع اللي بنتناقش فيه. يعني موضوع بتاع النهارده ولا بتاع يعني انا النهارده ما ينفعش اتكلم عن الثوره الا امتى مثلا؟ ما تعدي قد ايه في يعني مش فاهم. طيب بس هل انت واخد الزاويه بتاعت الثوره من ناحيه مختلفه، من ناحيه انسانيه مثلا، من ناحيه؟ لا احنا بص احنا يعني ما عملناش فيلم عن الثوره قوي. احنا عملنا فيلم عن اسباب الثوره، عن اللي خلى الثوره تقوم. يعني عندنا زمنين في الفيلم. زمن في 2009 لما كان نظام حسني مبارك قوي جدا ومتعسف جدا وفي اقصى قوته يعني، وزمن في 2011 لما الثوره قامت لما كان النظام ده بينهار. القصة عن ثلاث شخصيات ومغطيين الموضوع من وجهة نظر إنسانية جدا في العلاقات ما بين الشخصيات دي في 2009 وعلاقاتهم في 2011. فهي العلاقات الإنسانية دي هي أساس الحدوتة، مش الحدث بتاع الثورة أو قمع النظام أو أي حاجة من الحاجات دي. هو زي ما تقول كده رد فعل طبيعي ومنطقي للإنسانية عن اللي حصل أيام حسني مبارك وأسباب الثورة اللي قامت. احنا خلاص كسبنا الحرب. مش هتسلم عليا؟ اوعى تكون فاهم ان اسرائيل هي عدوتي. بتعملوا فيا كده ليه؟ كل ده كان في اطار المشهد الحلو. الفيلم ده هو اتخد جوائز من الحمد لله. انت اخر جائزه خدتها؟ انا خدت جايزه احسن ممثل في دبي. مهرجان دبي مهرجان تقيل مش سهل. مهرجان مهم دلوقتي طبعا. تمام. في العالم العربي يكاد يكون اهم مهرجان النهارده. انت لما بتطلع بالفيلم ده بره ايه الاسئله اللي بيجي لك؟ ايه الانطباعات اللي بيجي لك لما بتسافر؟ يعني هو مش اسئله، هو طبعا يعني في رد فعل بيحصل في كل الاماكن. يعني عجبك اللي عملته ده؟ شفت عملتوا ايه في البلد؟ كده بقى. فنخش بقى في نقاش ان دي مرحله كان لازم ناخدها ومواجهه لازم نقف قدامها
وان احنا كشعب برضو علينا يعني علينا مسؤولية تجاه اللي حصل ايام حسني مبارك، وان دي طريقة يعني ما ان احنا ندفع ثمن سكوتنا 30 سنة، ويا ريت ما نسكتش 30 سنة تانيين علشان نرجع ندفع نفس الثمن تاني. طب من فيلم الشتاء اللي فات، عمر انت من الناس القليلين جدا اللي بتعمل افلام عالمية، انت طبعا جورج كلوني كان عنده الشرف ان هو يشاركك في واحد من الافلام، فيلم سريانا. Imagine 30% of America unable to heat their houses. Or gasoline $20 a gallon at the pump. It's running out. And 90% of what's left is in the Middle East. This is a fight to the death. I think we've got something that utilizes your specific skill set. His money's in a lot of dark corners. I want you to take him from his hotel, drug him, put him in the front of a car, and run a truck into him at 50 miles an hour. It's good to have you back in town, Bob. You want to know what the business world thinks of you? We think 100 years ago you were living out here in tents in the desert chopping each other's heads off, and that's exactly where you're going to be in another 100. So yes, on behalf of my firm, I accept your money. بس الفيلم ده كان الفته من يلبس النيلة. للاسف لا يعني ازاي انت على بال ما رحت وجالك الدور؟ لا ده انا حصل لي بلاوي في الفيلم ده. ازاي بلاوي؟ يعني انا مثلا اول لما يعني قابلت الكاستنج دايركتور، المخرجه اللي بتنقي الممثلين، وبعد كده قالوا لي عايزينك في الفيلم، وانا طبعا ما قريتش الفيلم. قلت لهم لازم اقرا الفيلم. وطبعا هم ما يعرفونيش، فقال لك لا مش هنبعت لك الفيلم. قلت لهم خلاص مش هعمل الدور. قالوا لي طب اوكي تعالى دبي اقرا الفيلم وقابل المخرج وقول هتشتغل ولا لا. قلت لهم ماشي. جابوا لي تذكره، رحت على المطار. لقيت السكه زحمه جدا، الطريق واقف خالص. اتاري اخو حسني مبارك كان عيان فراح المستشفى، وحسني مبارك راح يزوره، فما لحقتش الطياره. تمام. فكلمتهم قلت لهم معلش ما لحقتش الطياره. قالوا لي خلاص تاني يوم روح نفس الميعاد نفس الطياره. رحت تاني يوم لقيت الزكاة زحمة جدا برضو. أخو حسني مبارك مات وعزة. تمام. فما لحقتش الطيارة. تمام. وتالت يوم رحت برضو وبرضو زحمة موت، كانت حادثة بنت لذينة. وتأخرت موت، فقالوا لي بص بقى المخرج هيمشي النهاردة من دبي، فأنت روح المطار، يوم ما توصل المطار كلمنا. والله العظيم. فرحت المطار وطبعا فاتتني الطياره برضو، وجابوا لي طياره تانية بقى، وقفت في قطر ورحت على دبي. تمام. قابلت المخرج ربع ساعه في المطار وهو خارج. تمام. سلم عليا واتكلمنا وبتاع. رحت على الاوتيل قريت الفيلم، لقيته فيلم جامد جدا ومهم، وكنت زعلان بصراحه ان فيلم زي ده يتعمل بتمويل امريكاني مش بتمويل عربي. الصدق ده في الطرح يعني. ايه اللي كان بيفرق الفيلم ده عن اي فيلم تاني اتعمل على المنطقه العربيه؟ عشان الناس مش عارفه، فيلم سريانا كان 2003 اتصور 2003 نزل 2005 بالظبط. ده كان بطولة جورج كلوني، وكان بيتكلم عن زاويه تانية خالص من الصراع الامريكي في المنطقه العربيه، بس وانت عملت فيه دور ارهابي. ولا حركه. اوكي ده بدا شوي مكاشتا ولا كلمة. اخلص خالص. تو كيف فارسي هاتنا ميزري كيو كان ميزري. ليه انت قمت بالدور ده؟ هو بس لان مذهب الفيلم يعني الفكرة القائمة عليها الفيلم ان الارهاب ده بيخدم مصالح امريكا، وان امريكا في اي فرصة بتجدها انها تدعم هذا الارهاب بتدعمه. وفي نفس الوقت كان حريص الفيلم انه يوري ان في شخصيه عربيه، الامير العربي اللي كان بيلعبه ألكسندر صديق مثلا، وشخصيه كويسه وحكيمه وعادله وممكن تقوم بنهضه في المكان. وجابوا ممثل محبوب اللي هو ألكسندر صديق يلعب الدور علشان هذه الشخصيه تتحب. وبعد كده قام جاب الحكومه الامريكيه بتقتله لانه في امل انه ينهض المنطقه. زي ما تقول كده احوله الحكم الى الامير اللي ممكن يرعى حكايه الارهاب دي ومصالح امريكا. يعني هم كانوا مولوا ان هم الامير المحبوب اللي بيقوم ده يروح بالظبط كده، والامير اللي بيرعى الارهاب يجيبوه بالظبط كده. بس انت قلت لي ان النهايه بتاعت الفيلم اتغيرت لسبب معين داخل امريكا نفسه. ده حقيقي فعلا. يعني انا ما كنت يعني السيناريو اللي مكتوب
جدع بتاع السي اي اي بينجو من في الاخر من الصاروخ اللي كان بيقتل بيه الكسندر صديق. او يعني الصاروخ بيضرب في الامير قبل ما يلحق الجدع بتاع السي اي اي يروح ينقذه يعني. بعد نتيجه انتخابات جورج دبليو بوش الثانيه لما جورج دبليو بوش نجح، الكاتب قرر والمخرج هم نفس الشخص قرر ان هو يموت البطل بتاعه. قلت له بتعمل كده؟ قال لي عشان الناس اللي هتختار جورج دبليو بوش مرتين يبقى مفيش ابطال فيهم، ما يستحقوش ان البطل بتاعهم، ما يستحقوش ابطال في افلامهم. طب الكاتب الفيلم ده كان عميل السي اي اي نفسه، هو اللي كتب الفيلم، اللي كتب القصه، كتب مش القصة. السيناريو السيناريست واخد القصه وله مشهد في الفيلم على فكره. له مشهد في الفيلم مشهد ايه؟ هو الراجل بتاع السي اي اي اللي بيحقق مع جورج كلوني. تمام. وكان مشهد بصراحه يعني غريب جدا ان هم قعدوا يوم بحاله بيصوروه. اشمعنى؟ والراجل اصلا يعني الراجل عميل سي اي اي جاسوس يعني المفروض يمثل عادي وبيروح في اي حته بس توتر جدا وقعد يعرق ويتهته وطبعا هم مكسفين يقولوا خلاص بعد اذنك يعني، فقعدوا بقى صابرين عليه لغايه لما خدوا منه المشهد. هو يعني مش عارف يؤدي عمله والناس كلها عارفه ان هو بيكذب، فاهم قصدي؟ هو الـ 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 يعني المناخ الوحيد اللي يقدر يكذب فيه ان ما يبقاش عارف ان حد طلع صوت بيت ابوهم يعني. طلع صوت بيت ابوهم بالظبط. انت بتحصل لك كده؟ عمرك بتتوتر في الفيلم؟ طبعا قبل اي شوت يعني عادي يعني مش دي الطاقه اللي بت مش مع لا مش اي حد بتهيألي لازم يعني مش لما حد يبقى قدامك معين لا انا كنت متوتر جوه السمكه دلوقتي جدا. مفيش حد معين بتتوتر قدامه وانت بتمثل؟ لا في طبعا يعني مين؟ انا مع يعني مثلا مراتي ما اقدرش امثل لو هي في اللوكيشن لازم تخرج. ما تعرفش تكذب قدامها؟ ما اعرفش بتفضحني على طول. نتكلم عن ذكر ادائك لادوار العرب في فيلم، فيلم تاني اللي هو صيد السلمون في اليمن بما ان احنا بنتكلم في الاسماك. الفيلم ده كان مهم قوي وكان مختلف قوي وكان بيجيب الـ العربي من ناحيه ثانيه. معلش احنا نشوف الاعلان بتاع فيلم سلمون فيشنج ان يمن. Dear Dr. Jones, I act on behalf of a client who has indicated a desire to introduce the sport of salmon fishing into the Yemen. As a fisheries specialist, this is plainly ridiculous. I mean, there's just no way that salmon can survive in those sort of environments. I thank you for your time, Ms. Chetwood Talbot. I'll see myself out. Goodbye. الفيلم ده على فكره مترشح في احسن فيلم جولدن جلوب واحسن ممثل وممثله ايوا ماجريجر واميلي بلانت. ف جود لك لان انت لما انت بتبقى في فيلم اخذ جولدن جلوب ده حاجه. قول لهم بقى. بقى معلش طب ليه ايه الفيلم ده مختلف ليه عن افلام التانية اللي بتودي صوره العرب؟ يعني النموذج اللي بيطرحوه فيه نوع من التغيير شويه عن النموذج اللي كان بيطرح قبل كده يعني. يعني انا بعد سريانا مثلا جالي حاجه بتاعت 15 ارهابي مثلا والله العظيم ومش فاهم يعني انا عايش طول عمري بقول لهم كده انا عايش طول عمري في الشرق الاوسط يا جماعه وبسافر في بلاد الشرق الاوسط دي كلها وعمري في حياتي ما قابلت ارهابي يعني فيس تو فيس فيعني ايه المشكله يعني ليه دايما لما تيجي تتكلم عن الشخصيه العربيه لازم تجيب واحد ارهابي؟ لقيت الفيلم ده بقى انبسطت جدا ان هم ابتدوا يعني يبصوا عليه كبني ادمين حد يعني يصلح انه يبقى عنده حكمه جايز يكون متعلم ومثقف وممكن يعني لو بني ادم عادي خالص يعني سبحان الله ممكن يبقى صديق ما يفكرش في نفسه في وشك وكده مثلا بالظبط كده. I'm a great admirer of the British for many reasons but still there are mysteries to me. The rich are frightened of the poor are frightened of the rich and even your politicians. They try to sound like the people on the East Enders. A wonderful program, but still. Yes, the great British class system. Indeed. But fishermen, I have noticed, they don't care whether I'm brown or white, rich or poor, wearing robes or waders. All they care about is the fish, the river, and the game we play. For fishermen, the only virtues are patience. Tolerance and humility. I like this.
رجوعا تاني لموضوع صورة العرب في السينما الأمريكية والدراما الأمريكية والغربية، أنت عملت دور في فيلم أو مسلسل يعني كان فيه كلام اللي هو هاوس أوف صدام، بيت صدام، منزل صدام. منزل صدام. العراق has become the nation we dreamed it would be. I would like to stress our president's strong desire for peace and stability in the Middle East. Look what you're left with. Men who are nothing but afraid of you. وانت قمت بدور وقال لك انت طلعت مع ممثل اللي عمل دور صدام اللي هو اسرائيلي وان انت اسأت العرب وازاي تعمل الدور. هو اول حاجه ليه عملت دور زي ده؟ ممكن الناس تقول لك ان هو بيسيء العرب. الثاني ايه مشكله ان انت تمثل مع هو بيسيء الموضوع؟ بيسيء العرب دي معلش يعني ما فيهوش اي اساءه للعرب. وكان في حوالي يعني 12 جنسيه عربيه مشاركه في الفيلم ومنهم فلسطينيين واردنيين ومصريين وجزائريين وتوانسة ومغاربة يعني وسوريين ولبنانيين يعني فاهم؟ يعني الفريق العمل كان فيه جميع الجنسيات، كان فيه حاجة و30 جنسية، 12 منهم عرب. فيعني وانا قريت السيناريو يعني مش شايف ان السيناريو ده بيطرح اي حاجة يعني تسيء للعرب. هو يعني علشان بيتكلم بصدق شوية يبقى بيسيء إلينا. يعني انا شايف ان هو بالعكس انه نور لي حاجات. زي ايه يعني مثلا الخفايا بتاعت صدام حسين وزي ان هو غزا الكويت مثلا؟ يعني احنا كان مثلا بيتسوق لنا ان صدام حسين مثلا في حرب الكويت ده كان مجنون وعمل كده، يعني صحي من النوم قال انا هاخد الكويت. في حين ان لا، كان في تاريخ قبل ما يقرر القرار ده له علاقه بالحدود والبترول اللي تحت الحدود وان الكويت ابتدت تسحب من البترول ده وكان في خلاف على ده. واعتقد الى يعني المسلسل بيقول ان امريكا الى حد ما شجعته ان هو ياخد حقه بايده يعني. وبعدين بعد لما غرقته وسحبت نفسها من بالضبط كده. فيعني اعتقد لا، من ناحيه ان هو بيسيء للعرب، لا ما بيسيئش للعرب. ان كان بيسيء لحد بيسيء على السياسه الامريكيه الخارجيه اللي بيستعملوها في الشرق الاوسط. بالنسبه بقى للممثل اللي كان معايا، اولا انا ماليش اي سلطه ان انا احدد هويه الناس اللي هتشتغل معايا. ليا سلطه ان اقرا السيناريو ويعجبني واشوف الجهه المنتجه وهصور فين. فانا ماضي مع البي بي سي، السيناريو عجبني وعجبني جدا ورحت اصوره في تونس. فيعني مش مطلوب مني اكتر من كده. اللي مطلوب مني بعد كده اذا كان هذا الشخص جه يدعم عمل انا موافق عليه، انه ما يغيرش السيناريو، انه ما يحولش المضمون بتاع العمل الى اي شكل يعني يدعم القضيه بتاعته هو. تمام. وفي حاله الصهاينه انا مش شايف ان، بالعكس انا شايف ان في المسلسل هجوم يعني مباشر على الصهيونيه والصهاينه واسرائيل وكل الكلام ده. فيعني مش شايف ازاي يبقى ده تضييع يعني. I can't go back. We shouldn't go back. We are going home. It has been decided. No. Yes. I don't want to die! Refuse to go back, brother. And you will die! Because I will kill you! I will not be nothing! نرجع بقى لأهم حاجة أنا عايز أتكلم معاك فيها النهاردة، اللي الفيلم الأخير بتاعك الشتاء اللي فات، التمويل بتاع السينما. الفيلم ده هو تقريبا اتمول من جيوبكم كده. بالتليفونات والله. بالتليفونات. الفيلم ده كان تمويله صعب جدا، وفي دلوقتي مشكلة جامدة جدا في السينما، وناس بتقول لك تقريبا دلوقتي بتحط السينما في أهمية متأخرة جدا مع وبتتنازل عن أهميتها اللي كانت موجودة قبل كده. انت عندك راي قوي جدا في اللي بيحصل في السينمات بتاعتنا والافلام بتاعتنا وصناعه السينما بتاعتنا. انا شايف المشكله في الفيلم.
المشكلة الأساسية في الفيلم يعني أنت عندك كل عيد بنبعت SMS الشعب المصري اللي هم عيدين في السنة ويمكن الكريسماس معاهم يعني فهم اضرب بقى في كذا يعني كذا مرة بتدفع ما بين 400 مليون ل 600 مليون جنيه في SMS بتاع كل سنة طيب. فحكاية ان السينما يعني ان احنا يعني معناش مثلا مش قادرين على ان احنا نشتري تذاكر السينما دي بتهالي اسطوره مش ليس لها اي جذور في الواقع يعني. اعتقد ان الناس يعني بتستفز من الفيلم العربي النهارده وبتحس ان بيتنصب عليها وبالتالي يا اما بيشوفوه مضروب يا اما بيستنوه ما ينزل على التلفزيون واحتمال كبير كمان لما بتنزل على التلفزيون ما بيتفرجوش عليه. في يوم من الايام السينما المصريه ايرادها كان بيناهض ايراد قناه السويس. ايه اللي حصل؟ وكان الشعب على فكره يعني اقل بكتير. ايه اللي حصل؟ ان جوده الفيلم المصري انحضرت وان اي حد من المخرجين المحترمين النهارده لازم يقعد 4 أو 6 سنين عقبال لما يعمل فيلم علشان ما حدش عايز يمول الافلام المحترمه. لان عندنا القائمين عليهم الصناعه قرروا ان احنا ما ناخدش اي مجازفات. وللاسف مش شايف ان عندهم الرؤيه السينمائيه اللي هتنجح الصناعه وتبني صناعه اقتصاديه جامده. انت حاسس ان صناعه الفيلم في مصر بتتسرق مننا متسرق من مصر؟ انا حاسس ان احنا في تهديد وفي التلفزيون كمان ابتدت اهي بالمسلسلات التركي ويعني قريب جدا هتلاقي برضو مستثمرين من بره مصر داخلين يمسكوا السينمات ويمولوا افلام. ده حصل فعلا؟ ده ابتدى يحصل؟ المسلسلات التركي ابتدت. لا الناس تخش تشتري حاجات جوه. انا سمعت ان في مؤسسات تركيه عايز تشتري سينمات وتبتدي تخش صناعه السينما وشايف ان ده لازم من مصر هنا. حريم السلطان هشوفه سينما. بالظبط كده. ده كويس ده مش وحش خالص. انا شايف الدوله مثلا ليها دور مهم جدا انها تبتدي تفعل دورها ان في اي سينما عالميه في العالم قويه بتلاقي الدوله ليها دور مهم. انت كنت قلت لي ان فيلم ذا ارتست اللي هو الابيض واسود اللي هو الصامت اتكلف 3 مليم يعني نص مليون دولار كام؟ 10 مليون دولار. 10 مليون دولار وجاب حاجه زي جاب ارقام خرافيه. بس هو جاب ارقام خرافيه ليه؟ هو فيلم صامت ابيض واسود وفي سنه 2011 يعني هي ولا كان 2010 2011 محدش كان عايز يوزعه وكل الناس اللي اتفرجت عليه قال لك ده فيلم مهرجانات لغايه لما موزع اسمه هارفي واينستاين شاف الفيلم وقرر انه هيبقى فيلم تجاري. صرف عليه 20 مليون دولار والفيلم خد الاوسكارز وكسر الدنيا في كل انحاء العالم. فاللي الموزع بيقول عليه تجاري واللي بياخد فيه مخاطره ويستثمر في الدعايه بتاعته هو ده الفيلم اللي بيبقى تجاري في الاخر. تمام. عمرو اللقاء ده هوت لو هو طول شويه على التلفزيون هتشوفوه كله على الانترنت. وعمر انت شرفتنا وهندي لك بدله السمكه وانت ماشي. يا ريت. واحنا شاكرين جدا ليك وكان اللقاء هايل جدا وان شاء الله نراكم في الحلقه القادمه من برنامج البرنامج. شكرا.